أشهد أن لا إله إلا الله. صباح الخير عليكم واجدين موجودين معنا ياسر هو موجود وفرحان راسين مع السي حسن في السيارة. بالنسبه طبعا في الطلوع فهو كيكون سهل فين يقدر يكون الاشكال هو في الغروب. لا ما تعيش اللحظة عيش الطريق. بطري عادة تدخل بلا Ha ha ha.
الطريقه كانت 8 ونص وقيله 8 ونص حتى 5 ونص الشيء كامل باش الارض بارفي ولكن قلنا لا حتى نرجع للنقطه ديال البدايه، فهي كتبكي ولكن داخل راهي فرحانه. هذاك الشيء اللي كاين، ولكن خصك تكمل التراجي ديالها لان خصك تكمل الروعه ان شاء الله. لا للشفقه.